نتحول إلى سلام كيالي مراسل الغد. سلام، يعني مظاهرات لرفض إجراءات مواجهة كورونا وتشديد القيود مرة أخرى. انقل لنا ما يحدث وانقل لنا الصورة من فضلك. عمليين مظاهرات حوالي ساعتين من الساعة الواحدة بدأت عند محطة جاردو نور. أكثر من 10,000 شاركوا بهذه المظاهرات. الآن هم ساروا عمليا أكثر من 5 كيلومترات حتى هذه المنطقة. 40,000 كما يصح لنا. 40,000 مش 10,000 والله. شكرا. كانت التقديرات تقول 10,000 بحسب وسائل الإعلام البلجيكية. الآن الأشخاص المشاركون في الاحتجاجات يقولون أن هناك أكثر من 35,000 شخص شاركوا في هذه الاحتجاجات. هناك اعتراض على ما قامت فيه الحكومة البلجيكية في يوم الأربعاء الماضي عندما أقرت حزمة إجراءات جديدة متشددة حد ما قالوا بخصوص إجراءات كورونا بعد ارتفاع الحالات إلى حوالي 10,000 حالة يوميا. 500 شخص دخلوا المستشفى. هنالك 2000 سرير فقط جمانة يمكن أن تستقبل هؤلاء. لذلك كان هنالك حالة من الترقب بالنسبة للحكومة البلجيكية. فأقرت هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ يوم أمس على الساعة 5 عصرا بتوقيت بروكسل. هنالك أشخاص التقيناهم اليوم جمانة قالوا أن الحكومة تتلاعب بنا، لا نريد أن نكون فئران تجارب بالنسبة للقاحات. هنالك أشخاص تلقوا الجرعتين ومع هذا فقد دخلوا المستشفيات. هنالك شخص قال أنه هنالك صديق له توفي حتى بعد أن تلقى جرعتين كاملتين. الآن الاتحاد الأوروبي أمام ارتفاع حالات الإصابات الجديدة في معظم دول الاتحاد الأوروبي بات يتداول بأنه هنالك سيكون جرعة ثالثة إلزامية أيضا للمواطنين الأوروبيين والمقيمين داخل الاتحاد الأوروبي. هذا الموضوع سيتم مناقشته عمليا الأسبوع المقبل. هل هناك أي توقعات تشير إلى ربما استجابة لمطالب هؤلاء، يعني هذه التظاهرات في الشارع؟ ربما تكون هذه المظاهرة فقط للتنفيذ. تعلم الحكومة على رئيس شرطة بروكسل كان قد صرح يوم أمس، نحن أعطينا تصريح لهذه المظاهرة. نتوقع أن يكون هنالك الآلاف، وصل كما يقولون إلى 40,000 شخص شاركوا في هذه المظاهرة في هذه الاحتجاجات. ولكن هذه المظاهرة وهذه الوقفة هي عبارة عن تنفيذ لغضب الناس. المطالب الآن من هذا الشارع بأن يكون هنالك مناقشات داخل البرلمان وليس فقط قرارات حكومية. طيب سلام، المتظاهر الذي يقف بجانبك ماذا يريد وماذا يمسك بيده الآن؟ هو عمليا يمسك ورقة، هذه كانت قد وزعت، هذا QR أو الباركود الذي يقوم زوار المحلات على سبيل المثال رواد المقاهي بعمل سكان بعمل مسح ضوئي عند دخولهم المتاجر على سبيل المثال المقاهي المطاعم. هم يرفضون هذا الباركود، هذا عملية المسح. هم يريدون أن تكون حريتهم حرية التنقل، حرية الخروج وارتياد الحانات، المطاعم المقاهي أن تكون مفتوحة لهم. لا يريدون أن يكون هنالك قيود عليهم. بالمناسبة من يشارك اليوم في هذه الوقفة هم أشخاص تلقوا اللقاحات، حتى هنالك أشخاص بالكمامات بالمناسبة، بمعنى أن هنالك من يدرون أو من هم على دراية بأهمية تلقي اللقاحات. ولكن هم يرون بأن ما قامت به الحكومة البلجيكية من قرارات التي تم تنفيذها يوم أمس على الساعة 5 عصرا تقيد من حرية الحركة، تقيد من حرية التنقل. وأيضا علما جمانة بأن معظم الأقاليم، هناك 3 أقاليم الوالوني والفلامنكي، أكثر من 70% تلقوا اللقاحات، لكن إقليم بروكسل لم يتلقى سوى 50% أو أقل من 50% من سكان هذا الإقليم اللقاحات. لذا الحكومة تسعى بالضغط على الناس. هم يرون أن الحكومة تسعى فقط للضغط على الناس لكي يتلقوا اللقاحات. هم لا يريدون أن يتلقوا اللقاحات لعدة اعتبارات. البعض يرى أنها نظرية مؤامرة كما سمعنا من البعض. البعض يرى أنه يريد أن ينتظر أكثر ليعرف تداعيات هذا اللقاح على أشخاص أكثر بعد عام أو عامين. ولكن تسعى بهذه الإجراءات لأن يكون هنالك ضغط على الناس وبالتالي حمل المزيد منهم لتلقي اللقاحات، تلقي الجرعات خلال الفترة المقبلة. نعم سلام كيالي مراسل الغد، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.